في هذا الفيديو غنتكلموا على واحد الشخصية اللي كتعتبر شخصية بارزة في المجال العسكري، واللي كانت اليد اليمنى ديال الملك الحسن الثاني، واللي كانت غتكون الشخصية الأولى لو نجح انقلاب الصخيرات. وهاد الشخصية اللي غنتكلموا عليها اليوم هو الجنرال محمد المذبوح. الجنرال محمد المذبوح تزاد بالريف سنة 1927، وكان الأب ديالو قائد منطقة أكنول بالريف، الفترة اللي كان فيها المغرب مازال تحت الاستعمار. وكتقول بعض الروايات بأن سبب تسمية المذبوح بهذا الاسم هو أن الأب ديالو كان كيتجسس على الخطابي لفائدة الإسبان، وكان كيشتغل ضد عبد الكريم الخطابي، الشي اللي هيعتبروه أهل الريف خيانة وهم يشدوه ودبحوه. ومن هاد الحديثة جا اللقب ديال المذبوح، وبقات هاد الحديثة ملازمة للمذبوح خاصة في مساره الدراسي وبين الزملاء ديالو اللي كانوا عارفين الحديثة. ولعل هاد الشي اللي خلى المذبوح يغلب عليه طابع الصمت والخجل والهدوء. ملي كمل المذبوح الدراسة ديالو الأولية غيلتحق بالمدرسة الحربية بمكناس، وتخرج منها برتبة ملازم ثاني. وفي سنة 1947 غيدير المذبوح تدريب في مدرسة الفرسان بصومور تخصص الخيالة، وكان الظهور الحربي الأول ديال المذبوح في الحرب الهندوسينية في صفوف الجيش الفرنسي. وبمجرد رجوع الملك محمد الخامس من الملفى غيدخل المذبوح وأفقر في حاشية الملك، وتولى المذبوح عدة مناصب منها قيادة الحرس الملكي وعامل إقليمي بورزازات من بعد استقلال المغرب، وكان كذلك قائد لقوات الدرك، وشغل منصب وزير البريد في حكومة عبد الله إبراهيم، ومدير الديوان العسكري الحسن الثاني في أركان القوات المسلحة، ومدير الأسرة العسكرية الملكية. وبالرغم من هذه المؤهلات اللي كيتوفر عليها والتجارب اللي راكمها والمناصب اللي تولاها، إلا أن المذبوح كان رجل هادئ بعيد عن العصبية والقسوة اللي ميزت بعض الشخصيات العسكرية الأخرى. وحسب بعض الشهادات فالجنرال المذبوح كان رجل نازي، وحتى الهيبات اللي كانت كتجيه من الملك كان كيخليها كيف ما هي، وكان كيفضل انه يعيش في التكنة العسكرية على انه يسكن في القصر، وكان بعيد على حياة البدغ والسهر. وهذا الشيء اللي لمح ليه الملك الحسن الثاني في كتابه ذاكرة ملك، من اللي قال: عند الشروع في اطلاق النار لم يخطر ببالي ان المذبوح يمكن ان يقوم بعمل من هذا القبيل، لقد كان رجلا يحترم المظاهر ويوليها من اهتمامه الشيء الكثير. وكان المذبوح من أكبر الضباط اللي كيتمتعوا بأسلوب صحي في الحياة، وكانت الرياضة المفضلة ديالو هي رياضة الغولف اللي اكتشفها في المرحلة اللي كان فيها في تدريب عسكري بالولايات المتحدة الأمريكية. وحسب بعض الشهادات فالجنرال المذبوح هو اللي حبب رياضة الغولف الملك الحسن الثاني، وهو اللي بنى ملعب دار السلام للغولف جنوب الرباط ملي كان رئيس للجيش، وجاب مدرب بريطاني للمغرب باش يعلم الملك الحسن الثاني قواعد وتقنيات لعبة الغولف. وكان المذبوح من أكثر الموالين للملك الحسن الثاني في فترة استقلال المغرب، وكان اليد اليمنى ديال الملك، الشي اللي يخلي الملك الحسن الثاني يثيق فيه ثقة كبيرة. وبحكم المناصب اللي شغلها المذبوح وقربه من الملك الحسن الثاني، فكان كيعرف كل كبيرة وصغيرة على الدولة المغربية، وكذلك على الشخصيات المغربية والمدنية والعسكرية. والسؤال المطروح هنا: إذا كان المذبوح بهذه المواصفات والمناصب اللي شغلها وخلاته يكون مقرب من الملك الحسن الثاني ويكون اليد اليمنى ديالو ويدير فيه الثقة المطلقة، فشنو السبب اللي خلى المذبوح ينقلب على الملك الحسن الثاني، وشنو الهدف من هذا الانقلاب؟ وهنا اختلفت الروايات ووجهات النظر حول سبب انقلاب المذبوح على الملك الحسن الثاني. فالبعض كيقول بأن السبب هو محاربة الفساد اللي كان منتشر في هذه المرحلة، والبعض كيقول بأن السبب والهدف هو الإطاحة بالملكية وإقامة جمهورية عسكرية، خاصة أن هذه الفترة عرفت نجاح انقلابات العسكرية في بعض الدول العربية بحال العراق ومصر وليبيا. وحسب بعض المصادر فالملك الحسن الثاني كان غايدير زيارة لأمريكا، ورسل الجنرال المذبوح باش يرتب ليه أمور هاد الزيارة. وفي سنة 1971 غايمشي الجنرال المذبوح لأمريكا، غايتلاقى بواحد السيناتور أمريكي
وهاد السيناتور كان صديق لشركة الطيران. غيمشي للمذبوح والسيناتور باش يلعبوا الجولف، وبداو كيتبادلوا اطراف الحديث. وهو يقول للسيناتور الامريكي، كنسمع بزاف على الفساد اللي كاين في الدول العالم الثالث، لكن ما عمري سمعت بشي فساد اكبر من الفساد اللي كاين في المغرب. في هذه اللحظه غيغضب المذبوح وغيحس بالاهانه، وغيقول للسيناتور، شنو كتقصد بهذا الكلام؟ وهنا يقول للسيناتور بان واحد الشركه بغات تبني لوطيل كبير في الدار البيضاء في واحد الموقع استراتيجي، لكن غيتفاجئ من ثمن المتر المربع اللي كان رخيص بزاف. لكن المفاجاه الكبيره هي ان واحد الوسيط مغربي غيقول للمسؤولين ديال الشركه بان هذا الثمن غيكون غير في الوراق، اما الثمن الحقيقي فغيكون اكثر من هذا الشيء. وقال لهم بان هذا الفرق اللي بين الثمن الحقيقي والثمن الرسمي غيدوز الحسابات ديال بعض الوزراء والمسؤولين المغاربه، وهذا الوسيط غيسجل هذا الطلب كتابيا. وهنا غتزيد الصدمه ديال المذبوح ملي غيعطيه السيناتور اسماء المتورطين وارقام حساباتهم البنكيه، ويزيد يعطيه نسخه من الطلب ديال الوسيط المغربي لهذه الشركه. ومن بعد رجوع المذبوح من امريكا توجه مباشره للملك الحسن الثاني وعاود ليه داكشي اللي سمع من السيناتور الامريكي، وعطاه جميع الاسماء المتورطين مع الدليل. وهنا غيطرد الملك الحسن الثاني كاع الوزراء المتورطين، وكيقولوا بان المذبوح ما كانش راضي على رده الفعل الملك تجاه هاد المتورطين، حيث كان كينتظر ان الملك غيحاسبهم وينزع منهم الاموال والممتلكات اللي خداو بغير حق. وهنا غيبدا المذبوح كيفكر في انقلاب على الملك باش يحارب هاد الفساد، وبدا كيفكر في الشخص اللي ممكن ينفذ معاه هاد العمليه الانقلابيه. الشخص اللي تكون عنده شخصيه قويه وجرأة وكلمته مسموعه بالجنود ديالو. وهنا غيجي في بالو الكولونيل محمد عبابو مدير مدرسة أهرم أمو العسكرية، ودخل معاه في تواصل باش يخطوا لهاد العملية الانقلابية. لكن هنا واحد إشكال وتناقض، فإلا كان السبب الانقلاب هو محاربة الفساد، فعلاش المذبوح اختار الكولونيل محمد عبابو واللي كان معروف بالفساد ومجموعة من الخرقات؟ ومنها أنه شكل فريق كيتكون من الضباط والجنود الأقوياء بقيادة عقا حروش، وكانت المهمة ديالهم هي القيام بعملية تطوف الليل واللي كتشمل مواد البناء والمواشي وغيرها من الأشياء بحال تزوير حسابات الفواتير. فلو كان الهدف فعلا محاربة الفساد، فكان من الأولى من جنرال المذبوح يحارب هذا الفساد اللي كيدير عبابو. وكيف ما قلت من قبل، فمهما تعددت الأسباب فالهدف واحد هو الإطاحة بالملك والوصول إلى الحكم. ملي تواصل المذبوح مع عبابو بدا التنسيق بيناتهم من اجل تنفيذ انقلاب، وكانت اول محاوله انقلاب بمدينه الحاجب، بحيث انه كانت غتقام مناوره اللي كان يحضر ليها الملك في موكب من مدينه فاس، وكان التنسيق بين المذبوح وعبابو باش ينصبوا كامل للموكب الملكي. وفي 14 ماي 1971 مع الجوج ديال الصباح كانت مدرسه أهرم أمو على استعداد تام باش ينطلقوا للمهمه. لكن في اخر لحظه غيتصل المذبوح بعبابو وطلب منه يتراجع على هذه المحاوله انقلابيه، حيت كيف ما هو معروف انه ملي كيكون شي موكب ملكي والدوائر الامنيه كدير عمليه فحص واستكشاف بالمروحيه للطريق اللي غيدوز منها الموكب الملكي. وملي شاف المذبوح بان الدوائر الامنيه كدير عمليه استكشاف بالمروحيه، اتصل بعبابو وطلب منه ينسحب حيت خاف الدوائر الامنيه تكتشف الكامل اللي كان نصبو عبابو الموكب الملكي وتكتشف امر انقلاب. داكشي علاش اطلب المذبوح من عبابو ينسحب ويأجل العملية الانقلابية حتى لشي وقت مناسب، ويستمر التنسيق بين المذبوح وعبابو في انتظار الفرصة المناسبة للقيام بانقلاب. وهنا يستغلوا فرصة مناسبة احتفال الملك الحسن الثاني بعيد ميلاده 42 يوم 10 يوليوز 1971 بقصر الصخيرات، واللي كانوا حاضرين فيه شخصيات في مختلف المجالات. وغيعطي عبابو الأوامر لمدرسة أهرم أمو باش يتم تشكيل 15 كوموندوات، وكل كوموندو كيتكون من 40 تلميذ وكيرأسهم ضابط وكيساعدو ضابط صف، بالإضافة لتشكيل فصيلة خاصة اللي كتكون من ضباط وضباط الصف وفرقوا عليهم المعدات والأغذية بالإضافة الأسلحة والمدافع والرشاشات.
ودار معهم عباب اجتماع وقال لهم باللي غيديروا مناورة في بن سليمان، لكن الحقيقة هي أن عباب اخدعهم حيث المهمة كانت هي القيام بانقلاب ماشي مناورة. وفي 14 يوليوز 1971 مع 4 ديال الصباح غادي تغادر القافلة من أهرمم اتجاه الرباط بقيادة القبطان شلاط. ملي وصلوا البوقنادل لقاو عباب في انتظارهم وقال لهم بأن المهمة تغيرت، والمهمة هي مواجهة عناصر ثورية احتلوا قصر الصخيرات اللي متواجد فيه الملك الحسن الثاني. التلاميذ والضباط غادي لقصر الصخيرات على أساس مواجهة عناصر ثورية كيف ما خبرهم عبابو، لكن الحقيقة اللي خفى عليهم عبابو هي أن القافلة متوجهة القصر باش تنفذ انقلاب كيف ما خطط لها عبابو والمذبوح. ومع الجوج قربت القافلة الصخيرات وبدأت كتبان أسوار قصر الصخيرات، ودخلت المجموعة الأولى من الباب الجنوبي بقيادة محمد عبابو. أما المجموعة الثانية فقد تدخل من الباب الشمالي بقيادة محمد عبابو الأخ الأكبر ديال محمد عبابو كيف ما كان مقرر من قبل. ملي تمت عملية محاصرة القصر كانت مقاومة من البعض بحال كولونيل لوباريس قائد الميداليين اللي منع محمد عبابو من الدخول وتصاب بإصابة خطيرة. أما الكولونيل محمد عبابو فغيأمر جميع الرجال ينزلوا من الشاحنات ويطلقوا النار بشكل عشوائي ويسدوا كل منافذ وما يخلوا حتى شي واحد يهرب. وهنا غتوقع فوضى عارمة وبداو الضيوف اللي كانوا في القصر بالهروب في كل مكان، وتحول قصر الصخيرات لمجزرة قتلى وجرحى ودماء، والجنود كيضربوا في كل مكان كيف ما أمرهم عبابو. في هذا الوضع الفوضوي غيتوجه الملك الحسن الثاني لواحد المكان في القصر ومعه بعض الأقرباء اللي كان من بينهم الجنرال أوفقير وزير الداخلية، والكولونيل محمد دليمي المدير العام للأمن الوطني، وأحمد العراقي الوزير الأول، والجنرال مولاي حفيد العلوي وزير الدولة وأحمد العلوي. أما الجنرال محمد المذبوح فغيغضب وغيتوتر بسبب هذا الرصاص اللي كيتطلق والهيجان ديال الجنود، الشي اللي ما كانش داخل في الخطة اللي كان متفق عليها مع بابو، حيث المذبوح كان باغي انقلاب بيض ليتنازل فيه الملك على الحكم بلا حرب او دماء. وهنا غيحاول المذبوح يشوف شي حل باش يهدئ هذا الوضع، ويتوجه المذبوح عند الملك الحسن الثاني ويشد الملك الحسن الثاني من يده ويقول له هذه الضربة ديال عبابو شفتو ما بين المهاجمين على القصر، اجي معايا خاصني نقدك، هادشي علاش خاصك تمشي معايا عند عبابو باش نتفاوضوا معاه. لكن الملك الحسن الثاني غيرفض ويقول للمذبوح لا انا ما نتفاوضش مع ضابط تحت الامره ديالي، سل عنده قول لي يجي لعندي هنا. في وسط هاد الفوضى غيخرج الجنرال المذبوح ويتوجه مباشره لعند عبابو ويقول له بنبره حاده شنو كدير عبابو، ما احترمتيش داكشي اللي اتفقنا عليه. غيجاوب عبابو بهدوء ماشي مشكل مون جنرال، انا سليت المرحله الاولى ودابا خاصك تنتقل للمرحله الثانيه. لكن الجنرال المذبوح غيجاوبو بغضب حبس عليا التخربيق راه سبق وامرتك باش ما تطلق حتى شي رصاصه. غيجاوبو عبابو ببروده نهار كبير هذا والرجال ديالي ناشطين، واش اليوم ماشي عيد ميلاد الملك؟ غيجاوبو المذبوح هذا راه حمام دم راك وسختي لي الدين ديالي بالدم. غيجاوبو عبابو اللي وقع وقع مون جنرال، فين هو الملك دابا؟ غيجاوبو المذبوح راه في مكان امن وبغى يشوفك باش يتكلم معك. غيرد عليه عبابو واش تنازل على الحكم مون جنرال؟ غيجاوبو المذبوح نعم التنازل ديالو راه في جيبي يلا نتلاقاو بالملك. غيرد عليه الجنرال عبابو لكن لا استسلم علاش غنمشيو نشوفو، من الاحسن ننتقلوا للمرحله الثالثه. لكن المذبوح غيلح عليه باش يتلاقاو مع الملك. وهنا غيقول له عبابو الا كنت غنتلاقى بالملك غنجي مع الجنود ديالي. لكن المذبوح غيرفض وغيقول لعبابو الرجال ديالك غيبقاو على برا. وهنا غيبدا عبابو كيشك في المذبوح وغيدير راسو انه قبل يشوف الملك بلا ما يكون معاه الرجال ديالو. غيدخل المذبوح وموراه عبابو وجوج خطوات غيغمز عبابو الرجال ديالو باش يتبعوه حسب الشهادة ديال المرزوقي والرئيس.
فملي دخل المذبوح وعبابو القصر غيدور المذبوح عند الجنود وغيأمرهم باش يقلبوا في كل مكان ويخرج المتواجدين في الداخل. وغيدور المذبوح عند عبابو ويقول له ما فيها شك الملك غيكون غير هنا وغنتلاقاو به بأي وسيلة. غيتفاجئ عبابو من هذا التصرف وغيحس بأن المذبوح كيخطط شي حاجة ويقول له باستغراب لكن مون جينيرال حسب ما فهمت من داك الشيء اللي قلتي لي على برا أن الملك في مكان آمن وأنه تنازل، إذن هاد المرحلة ما كملتش وانت كذبتي عليا وخنتيني. غيرد عليه المذبوح حسن تارك خنتيني ملفت الخطة ديالي وغيرت الأوامر اللي عطيتك، ما كانش عليك تخدم الرصاص والعنف، أنا كنت بغيت انقلاب بيض ماشي حمام دم. هادشي اللي وقع ما بين الجنرال المذبوح والكولونيل عبابو كيأكد أن كل واحد فيهم كيعتبر الآخر مجرد وسيلة وكل واحد فيهم كيتسنى الفرصة باش يصفيها الآخر. فالكولونيل عبابو كان محتاج لشخص عنده نفوذ ليسهل عليه عملية انتقال القافلة من أهرم أمو للصخيرات، وهادشي اللي لقاه في المذبوح. أما المذبوح فكان محتاج شخص قوي وطموح وشجاع وكلمته مسموعة ما بين الجنود ديالو، وهادشي اللي لقاه في عبابو. ملي تحققت الخطوة الأولى وصل الجيش القصر غيغير عبابو الأوامر ديال المذبوح اللي كانت مجرد وسيلة باش يوصل الهدف ديالو. أما المذبوح فكان كينتظر محاصرة القصر ويدير الرجال ديالو في الأماكن ديالهم باش تكون القوة بين يديه ويستغني على عبابو اللي كان مجرد وسيلة. وفي اللحظة اللي غينصرف فيها المذبوح من بعد ما عطى الأوامر الجنود وعزل الرهائن، وهنا عبابو غيبقى مصدوم وغيحس بالغدر والخيانة من المذبوح، وهو يأمر أحد الرجال ديالو واللي هو عقا حروش حسب بعض الروايات باش يتيري في المذبوح. وفي اللحظة اللي غيتيري فيها على المذبوح غيكون الدكتور بنعيش خارج مع الرهائن قريب من المذبوح، وغيموت المذبوح وبنعيش في نفس اللحظة. وهنا كانت النهاية ديال المدبر الأول للعملية الانقلابية واللي هو الجنرال محمد المذبوح.